السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البداية ما تنساش أنك تشترك في القناة للاستمرار إن شاء الله بتقديم الجديد. ضغط ديك إعجاب حيت بها كتدعمنا بزاف للاستمرار. بلا ما نطولوا بزاف يلا مباشرة للتفاصيل ديال الفيديو، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش أنك تدعمنا ماديا إذا بغيتي وإذا ظنيتي أن هذا المستوى يستحق الدعم. أكيد أي دعم مادي ولا معنوي غادي يعاوني بزاف للاستمرار، فإلى ما قدرتيش تدعمنا ماديا غير تعليق زوين يكفي. بلا ما نطولوا بزاف يلا مباشره للتفاصيل. كنا قلنا البارح ان الاداره الوداديه استدعات المدرب فوزي البنزرتي لاجتماع عاجل. بعد هذا الاجتماع جدد مسؤولي الوداد الرياضي ثقتهم في المدرب فوزي البنزرتي للاستمرار في منصبه بالرغم من تواضع النتائج منذ وقبل حتى ينضم فوزي البنزرتي للوداد. الاجتماع اللي جمع بين المكتب المسير ديال الوداد والمدرب فوزي البنزرتي افضى الى مطالبه فوزي بضروره تحسين نتائج الوداد الرياضي بدايه من الجولة القادمة، الجولة اللي غيستقبل فيها فريق الوداد الرياضي شباب المحمدية في ملعب البشير. واستفسر مسؤولي الوداد المدرب فوزي البنزرتي على أسباب الهزيمة اللي عرفاتها المباراة ديال الوداد ضد الفتح. تجدر الإشارة إلى أن بهذه الهزيمة الوداد بقى في المركز الرابع بفارق 11 نقطة على المتصدر الرجاء الرياضي والجيش الملكي وب 26 نقطة. فهاد المباراة الجاية ديال الوداد ضد أولمبيك أسيو اللي غتلعب نهار الأحد الجاي غادي يسترجع الوداد الرياضي بعض اللاعبين، بحيث أن المباراة غتعرف عودة اللاعب الجزائري زكريا دراوي اللي غاب على الماتش ديال الوداد ضد الفتح الرياضي بسبب الإصابة، بالإضافة للظهير الأيسر إلياس شتي اللي غاب لنفس السبب. كما أن هاد المباراة غتعرف كذلك عودة اللاعب أمين أبو الفتح بعد استنفاذ العقوبة التوقيف لمباراة واحدة بعد مجمع أربع بطائق صفراء، كما أن اللاعب الدولي الموريتاني سيدي بونا عمار ولا جاهز للدفاع على ألوان فريق الوداد الرياضي بعد ما غاب على الماتش الآخر ديال الوداد مع الفتح حيث التحق متأخر بتدريب فريق الوداد الرياضي بعد ما تزوج تماك في موريتانيا. أما المهاجم إسماعيل الحداد فكيبقى أمر مشاركته في يد المدرب علما أنه يفتقد التنافسية بعد ما غاب بزاف المدة على الملعب. وغادي يلعب الوداد الرياضي هذه المباراة وعينه على الانتصار باش يراضي الجماهير الودادية اللي كانت حقا من تحقيق نتائج سلبية في آخر المباريات، بحيث أن فوزي البنزرتي ومنذ التحاقه بفريق الوداد الرياضي في البطولة فاز مرة واحدة فقط وخسر ثلاثة وتعادل ثلاثة، وهذه نتائج حقا كتبين أن الوداد مازال غادي للهاوية ومازال مرجعش ديك الرجعة اللي تقدر تخلينا نشوفوا الضوء من بعيد. نتمناو أنه يرجع في أقرب وقت إن شاء الله. عبر محمد طلال الناطق الرسمي باسم فريق الوداد الرياضي على انتظاره التصريحات المتوقعة من بوشعيب الحرس عضو بالمكتب المديرية الوطنية للتحكيم على حالات مثيرة عرفتها المباراة ديال الوداد الرياضي ضد الفتح الرياضي. وفي تصريحاته عبر طلال على استياءه من الأوضاع التحكيمية اللي عرفتها المباراة ديال الوداد ضد الفتح الرياضي، وقال أننا مازال كنتسناو توضيحات من بوشعيب الحرس على القرارات التحكيمية اللي أثارت الجدل خاصة فيما يتعلق بقرارات الفار. طلال قال ننتظر بفارغ الصبر أن يخرج السيد الحرش مرة أخرى للحديث عن حالات يوم أمس ضربة الجزاء يعلن عليها أعمى البصر لا البصيرة، وأشار إلى أن هناك 9 نقاط سرقت من الوداد في مباريات سابقة معربا عن عدم قبوله لهذه الوضعية ومضيفا من يحمي من ومن يهدم من. بهذا التصريحات يظهر استياء الوداد الرياضي من تحكيم وقرارات تقنية الفار، مع التأكيد على أهمية التوضيحات والشفافية في هذا السياق خاصة مع تأثير هذه الأمور على المركز ونقاط البطولة. تعاقد فريق الوداد الرياضي كما قلنا في الفيديوهات السابقة مع 9 لاعبين في الميركاتو الشتوي الأخير، وكيبقى من بين أبرز هاد اللاعبين اللاعب الموريتاني سيدي بونا عمر قادما من وضيبه الموريتاني بعد ما تألق مع منتخبه في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا اللي تلعبات في الكوت ديفوار. وأكد موقع الأحداث المغربية أن صفقة الموريتاني بونا سيدي عمر كلفت خزينة الوداد الرياضي مبلغ 120 مليون سنتيم، والتي حصل عليها
الذي نواظب مقابل سماح له بانتقال لفريق الوداد الرياضي في الميركاتو الشتوي الأخير. وأكدت جريدة الأحداث المغربية أن اللاعب غادي يبقى مع الوداد الرياضي لمدة موسمين ونصف. وضحى الوداد الرياضي بخدمات سنغالي جونيور بولي سامبو اللي مشى لنادي كونيا سبورت التركي باش يقدر يسجل اللاعب الموريتاني بونا سيدي عمار، باعتبار أن لوائح الجامعة كتخلي فقط 5 لاعبين اللي لعبوا في الفرق المغربية. وكيضم فريق الوداد الرياضي في صفوفه الكاميروني ريتش كوكولو والجزائري إلياس الشتي وزكريا أدراوي والليبي حمد الهوني، بالإضافة للنيجيري آدي أوغينيس. أكد فصيل وينرز المساند لفريق الوداد الرياضي أن الوداد كيتعرض لتصفية حسابات من طرف مديرية التحكيم التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم. وأوضح الفصيل الودادي في تقرير بخصوص المباراة الأخيرة الوداد ضد الفتح: نستنكر تصفية الحسابات ممارسة من طرف مديرية التحكيم في حق الوداد الرياضي. القرارات المستفزة في كل مباراة سواء من حكام الميدان أو من غرفة الفار، ضربة جزاء واضحة لأنجم والحكم يصر على عدم مراجعة الفار، وخطأ واضح على المدافع بوشتا يتحول إلى ضربة جزاء، وأخيرا خطأ لم ينفذ من مكانه يسفر عن هدف قاتل. أخطاء مؤثرة ساهمت بشكل مباشر في منح نقاط غير مستحقة للخصم. لا يعقل أن تتكرر هذه الأحداث بشكل متوال، وهو ما يعني أن النادي مستهدف من طرف مديرية التحكيم التي تستغل الظروف بأبشع طرق ممكنة. الفصيل المساند لفريق الوداد الرياضي موقفش هنا، وإنما كذلك انتقد طريقة لعب الوداد وقال: مع كامل الأسف المباراة الأولى خيبت الأمل، لا على مستوى النتيجة ولا على مستوى الأداء، لا رغبة ولا حماس ولا إرادة، وكأن الفريق تنقل لتأدية الواجب ليس إلا شيء غير مقبول، نرفضه تماما ونحمل المسؤولية للجميع، لاعبين وطاقم تقني وإدارة، فأي مباراة يجب أن تلعب بقتالية وشراسة في الدفاع عن القميص، ولا مبرر لمشاهدة فريق بدون روح.